هاي لاباس بخير. قبل ما ندوب الفيديو ما تنساش ديروا اصلا لايك وسبسكرايب والشير والكومان اللي دليا لايك وسبسكرايب ودير لي كومونتير. انا بغيت ديديكاس عندي لهذيك الاخر وانا اصلا عندي ديديكاس الاخر اوفيت جايز. الفيديو اليوم هو غادي يكون عباره عن الحقيبه ديالي. غادي ندير لكم حقيبه السفر وفات حنا كنسافروا مع العيد بعضنا غنمشيو للبلاد وغادي نمشيو لاكادير وغنكون بزاف ديال الفلوس. خلينا نبداو الفيديو. فيت جايز الكارت هذا كنت دي معايا باش كلش ما كنبغيش نتبع معايا بلي صحت ما بقاش تما بزاف. ممكن معايا هذا مزيان قياسي هادشي راح ندير معايا وخليكم مع لا سويت. شوف اوكي جايز الحاجه الاولى غنديها معايا هي هاد اللبسه هاهي قلت لي بزيه ندي معايا هادي صافي غادي ندي معايا هادي هيا وغندي معايا هاد السروال ديالها هو سامبل. ها هو سامبل بحال ليلو تاكي حنا ضروري نطويهم فاش نحطهم في لافاليز باش الا حطيناهمش بلاصه تكونوا معاهم نيشان مابقاش تبقاي تقلبي على اللي ما داكشي. هاي خشاشهم هنا ساك راهم تيس شويه هاي ها يلا او يلا اوكي جايز كنت الكاميرا حفاك. ثاني حاجه غندي معايا هاد السروال ها هو اللي بحال كولون وهاد لا شوميز كلشي عارفها وتحت منها هاد لا شوميز تكون محلوله باش تكون طويله شويه عليا وكتكون هاد التريكو زوين ثاني راه هاد شنتو مثلا لا فيديو ما تكونش طويله بزاف جايز دغيا غندوزها حيت كتقطع عليا اصلا غنبكي نشري تليفون جديد. اوكي جايز الحاجه الثالثه هي سالوبيت كنقدر نلبسها في البحر بحال حنا كامل كنعوم ها هي كتكون زي على الصدر بحال هكا كنلبسها في البحر نخشيها نطويها ما كنبغيش نطوي حوايج حيت اصلا غيطرونوا ليا بلاش وما عندي فين نحطهم غلا نقول لكم دير فلوق في البحر فاش غنمشي ونشوف شحال من حاجه. ندوز الحاجه الرابعه. الحاجه الرابعه هي بيجاما ضروري هيا مع كولون كتجي بيجاما طول من الركبه حيت حشومه لبسها ضروري في الدار كنلبس شي حاجه طويله. هذه من القاعده ديالنا ونحطها حتى هي هذا ياك ماشي تريكو بيض كامل فيها لي كولور الفون مكتوبه. ندوز الحاجه الخامسه. اوكي جايز الحاجه هذه هي بيجاما هاهي هذا اللي فيه هاي الفون مازال خصني نقلبها مع كولون نفس الشكل حتى هي غادي نديرها في بنتي في لافاليز في الشاكوش اون فيت تتخلط لها الهضرة. ندوز الحاجة السادسة يلا جالسي انا وجي. اوكي غادي ندي معايا هاد السروال نقطع نقلبو ليكم شي بان ليكم هذا غنلبسو بلاكوت شي بلاصه بحال هكا تماك في اكادير ما نقدرش نلبسو في البلاد طبيعة الحال انا خصني نلبس لبس الحوايج الشلوح كتعطي مني جداتي. هذا هو السروال مقطع هاهو دير بحال هكا مع هاد السروال الطويل كما كنبغي يبانو ليا دوك التشريكات الطوال اللي كاينين فرجلي ما كنبغيش يبانو كيكون طويل على الركبة. هذا هو سامبل ديالي. ندوز للحاجة السابعة باش من بعد ندير نطويهم ليكم تشوفو نحبهم. الحاجة السابعة البنات اللي سابعة ولا تمنى معرفتش هادي شوميز تا غتبان ليكم في البلاد غنكون لابساها في اكادير هي شوميز كتكون هكا كتكون هكا في هاد البلاصة هكا و معها هاد الجين تا هو مقطع جهه واحده وغنحطو دابا في لافاليز.
اوكي جايز الحاجه الاخرى اللي هي هذا كنقدر نلبسو مع اي جين اللي كاينين في هادو. ها هو ديال بحال هكا يكون فخفخ، هانتوما عارفين داير بحال هكا وفي هاد الكتب زوين جابو ليا بابا. حتى هذا الا كان واخا هكا كبير وليت نقدر نلبسو، حيت كنت مكسر نقدر نلبسو الا كان برد بالليل نلبسو. اخر حاجه البنات ومازال لي زاكسيسوار فيت، غندي معايا جوج تريكوات هما سخان باش نلبسهم الى جاني البرد. نصور كاع